السلام عليكم الخوت. في هذا الفيديو غندوي على الماتش اللي غنستقبل فيه فريق نادي الرجاء الرياضي الفتح الرياضي. هذا الماتش اللي مأجل من جولة الثالثة، مباراة غتلعب نهار الأربعاء مع السا. فأجو دابا نشوفو شنو داروا الفريقين في آخر ماتش اليوم. الرجاء قادم من فوز صعب خارج الديار على أولمبيك أفي ب3-2. من جهة أخرى الفتح الرياضي كضيع فرصة الاستقبال في الملعب ديالو وكضيع جوج نقاط بعد التعادل ديالو السلبي أمام اتحاد طنجة. الرجاء مع بداية الموسم الكارثية اللي من أصل جوج الماتشات الأولين الفريق خسرهم بجوج، يدعى على هادشي أنه استقبل أربعة ديال الأهداف بعد ما كان الفريق في الموسم الماضي من أصل 30 ماتش ما خسر حتى شي ماتش. الرجاء غيدخل هاد الماتش بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير اللي كان خارج الديار، ولكن هاد الفوز اللي خلف بزاف ديال الأخطاء والمشاكل، بحال أن المدرب شفنا أنه بدا بالتشكيلة بجوج لعاب في قلب الدفاع اللي هما خفيفي وبالدي واللي عندهم نفس البروفايل أنهم ما كيعرفوش يلعبوا بالقدم ديالهم مزيان. زيد على هادشي انه تعطى الفرصه للمهاجم حسين رحيمي ولكن ما ظهرش بديك الامكانيات الكبيره اللي كتسناها منه الجماهير الرجاويه كمهاجم قناص. شفت واحد النقطه اخرى على ان بعض الجماهير هاجمت اللاعب بالدي بعد المستوى اللي ظهر به، وهذه غتكون نقطه سيئه للاعب وتقدر تخرجه من الجو الكروي. فهذه اول مباراه لعب في الدوري المغربي ومع الرجاء، وكما كنعرفوا الضغوطات الكبيره اللي كيعيشها الفريق حاليا. ندوي على المدافع بن عيسى بن عمر اللي قدم شوط ثاني رائع، وبان فعلا انه لاعب اللي كيجيد اللعب بالقدم ديالو وكذلك كيستغل المساحات وكيدخل وسط الميدان، وهذه الصراحه من الحوايج اللي كتعجبني انا في قلوب الدفاع. ندوي في واحد النقطه اخرى، بكل تاكيد زنيتي من افضل الحراس في الدوري المغربي، ولكن الحارس حاليا شفنا انه كيلقى صعوبات كبار في الكرات اللي كيجيو من خارج منطقه العمليات، وشفنا انه امام طنجة وافي تماركوا على جبيوتا بنفس الطريقه، وهذه بكل صراحه مشكل كبير. هذه المباراه بالضبط غتكون اختبار حقيقي للفريق الرجاء كونه الفريق الفتح الرباطي واحد من الفرق اللي كيلعب كره قدم مفتوحه، زائد انه كيعتمد على اللاعبين الشبان اللي من خارج اكاديميه النادي واللي باغيين يفادوا الوجود ديالهم في الدوري. اجي دابا نشوفوا اخر اربعه ديال الماتشات اللي جمعوا بين الفريقين. في الموسم الماضي الرجاء فاز ذهابا وايابا، ماتش فاز فيه ب1-0 وماتش فاز فيه ب2-0. في الموسم قبل الماضي ماتش كان فاز فيه الفتح ب3-0 وماتش كان فاز فيه الرجاء ب1-0، هادشي كيعني على ان قدام مباراه اللي غيكونوا حاضرين فيها الاهداف. التشكيله اللي كنتوقع انها تبدا بها الرجاء في هذا الماتش، في الحراسه غيكون عندنا انس الزنيتي، على اليمين بولكسوت وعلى اليسار بالعمل، جوج لعابه في قلب الدفاع بن عيسى بن عمر وعبد الله خليفي، في وسط الميدان غيكون عندنا كل من محسن بوده هلال الفردوسي وصابر بوغين، وخا كنتمنى ان زيدا يبدا ويرتاح بوغين، ثلاثه في خط الهجوم يوسف بوزو الزهوني وعبد الرحمن السوسي. فبتوفيق الفريقين بجوج، الى عجبكم الفيديو خليونا واحد لايك، خلينا نقول لكم ان شاء الله.